يا مساء السعادة وأهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من عيادة تن. النهاردة حلقتنا هتكون كلها عن إزاي نعيش حياتنا بطريقة صح وصحية وتكون طريقة كويسة للكبير وللصغير. كمان عايزة أقول لحضراتكم حاجة لكل أم ولكل أب، أنتوا دايما لازم تعلموا أولادكم وهم صغيرين أن الصحة تاج على رؤوسهم فعلا، وإزاي هم يقدروا يحافظوا على صحتهم دي علشان لما يكبروا إن شاء الله صحتهم دي هي اللي هتشيلهم. دايما مشاهدينا في عيادة تن بتكون مساعد قوي لكل مشاهد عاوز يحافظ على صحته وصحة أسرته، بيكون معانا فقرات في كل المجالات الطبية المختلفة، كمان ضيوفنا بيكونوا على مستوى عالي من الخبرة والكفاءة والمهارة علشان يردوا على كل استفسارات المشاهدين طبعا اللي بجيلنا من حضراتكم وانتوا قاعدين في البيت، وطبعا بتابعونا من خلال شاشة تن تي في. النهاردة هيكون معانا فقرات مميزة جدا ومهمة لكل المشاهدين، تابعونا مشاهدينا لآخر الحلقة. ولكن في البداية زي ما انتم متعودين معانا في عيادة تن، أول فقرة بتكون فقرة الأخبار. تعالوا نروح سريعا لأول خبر معانا. الخبر بيقول مبادرة صحة المرأة تؤكد اكتشاف 65% من أورام الثدي بالفحص الذاتي والسريري. تفاصيل الخبر بتقول أكدت المبادرة الرئاسية لصحة المرأة اللي بتنفذها وزارة الصحة والسكان إن الفحص الذاتي لأورام الثدي بيكشف عن 25% من الورم وبيتم بشكل شهري، أما الفحص السريري بيكشف أو بيكتشف السرطان الثدي بمعدل حوالي 40%، ودي بيكون يعني نسبة سنوية وبيتم من خلال الطبيب. تعالوا مشاهدينا هنتكلم اكتر عن المبادره دي مع طبعا ضيفي اللي على التليفون دكتور محمد عز العرب المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء. اهلا بحضرتك يا دكتور محمد. اهلا بحضرتك وتحياتي لحضرتك والساده المشاهدين يا فندم. تحياتنا لحضرتك دكتور محمد. عايز اتكلم مع حضرتك عن اهميه المبادرات الرئاسيه وخاصه مبادره صحه المراه. يعني خلينا اقول بدايه ان المبادره دي تنبثق عن المبادره الام اللي هي 100 مليون صحة. تمام. واللي هي أثبتت للعالم كله إن هي أضخم مبادرة في التاريخ لصحة الشعب المصري كله. صحيح. مبادرة صحة المرأة يعني هي بدأت فعليا من أول يوليو 2019. تمام. وإعادة انطلاق المبادرة بقوة من شهر يوليو الماضي. تمام. وزي ما حضرتك تفضلتي أهمية المبادرة في الكشف عن أورام الثدي، خلينا أقول لحضرتك إن هي إلى جانب الكشف المبكر لأورام الثدي، لا هي دعم لصحة المرأة من حيث الكشف عن الأمراض الغير سارية انطلاقا من هذه المبادرة، أيضا من حيث الكشف عن الضغط والسكر والسمنة من خلال أكثر من 3500 وحدة صحية. تمام. ومشاركة معهم 101 مستشفى. يعني المبادرة شاملة لصحة المرأة عموما في كل شيء. بالضبط. صحيح. بالضبط. والمبادرة مش كاش بس، هي توعية أو ندوات توعوية زي ما حضرتك تفضلتي، ازاي أعمل كشف ذاتيا على الثدي اللي اكتشاف لها بتمثل اكتشاف 25% من أورام الثدي. طبعا المبادرة دي هامة جدا للسيدات فوق 18 سنة. تمام. وشاملة الانطلاقة أو إعادة انطلاقها من أول يوليو الماضي في جميع محافظات جمهورية مصر العربية. صحيح. زي ما حضرتك تعلمي المبادرة انطلقت السنة اللي فاتت عن طريق ثلاث مراحل شاملة جمهورية مصر العربية بنفس تقسيمة مبادرة 100 مليون صحة للكاش على الفيروسين وأمراض غير سارية. هي المبادرة دي هامة جدا، وبندعو جميع السيدات فعلا الـ يعني التوجه للأماكن، وسهل جدا حضرتك معرفة الأماكن في تطبيق اللي هو صحة مصر، ده تطبيق سهل جدا ممكن ينزل على الموبايل او الاتصال بالنمرة الخاصة اللي هي 15335، ودي هيلاقوا كل يعني دعم ليهم والاماكن اللي موجودة فيها المبادرة اللي يقدروا يتوجهوا ليها. يعني ايوه اقرب مكان ليهم. تمام. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد عز العرب المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، شكرا جزيلا لحضرتك. تعالوا مشاهدينا نروح للخبر الثاني اللي معانا، بيقول اعراض حصوات المراره منها الم في البطن يستمر لساعات.
توصيل خبر بتقول كتير مننا بيبقى عنده حصوات في المرارة ما بيكتشفش دي غير متأخر، ففي بعض العلامات اللي بتوضح للشخص انه مصاب بحصوات في المرارة. ايه هي العلامات دي؟ اول حاجة ألم في الجزء العلوي من البطن، غالبا بيكون على الجنب اليمين واللي بتكون يعني أسفل الضلوع مباشرة. تاني حاجة ألم في الكتف اليمين أو في ظهرك. ثالث حاجة معدة مضطربة، ألم في المعدة وفي اضطراب فيها. رابع حاجة التقيؤ. الخبر اللي معانا بعد كده بيقول ساعتان أمام التلفاز لطفلك تنسيه ما تعلمه طوال 4 أشهر في الحساب والقراءة. تفاصيل الخبر بتقول قام الباحثون في دراسة أجريت على أكثر من 1200 طفل أعمارهم ما بين 8 سنوات و9 سنوات في أستراليا، بتقيم الأداء الأكاديمي على مدار عامين بالإضافة لتتبع عادات وقت الشاشة، وأدت ساعتان على الأقل من مشاهدة التلفزيون يوميا لخفض أداء القراءة بنحو 4 شهور من الدراسة خلال فترة الدراسة اللي بتبلغ عامين، وكانت ساعة واحدة فقط من وقت الكمبيوتر في اليوم مرتبطة أيضا بمستوى ضعيف مماثل من النجاح الأكاديمي في مادة الحساب. هنتكلم أكتر عن الخبر ده وإزاي نعلم أطفالنا ما يقعدوش كتير قدام التلفزيون مع ضيفتي اللي على التليفون دكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع في جامعة عين شمس. أهلا بحضرتك دكتور سامية. أهلا بحضرتك دكتور سامية. عايز أعرف من حضرتك إزاي أي أم بتسمعنا وبتشوفنا دلوقتي تقدر تتحكم في طفلها إنه ما يتفرجش على التلفزيون كتير، خاصة أكيد حضرتك عارفة إن المعاملة مع الأطفال بالعند، بمعنى أنت مش هتتفرج على التلفزيون فهو لأ أنا هيبقى عايز أتفرج على التلفزيون، إزاي تتعامل مع الطفل؟ إحنا مش المفروض بندي أوامر. تمام. إحنا الأول بنوضح لماذا. يبقى إحنا أول حاجة بنوضح لماذا. صحيح. واللي إحنا مش متعودين عليها الأمهات عندنا هنا أو الأباء شخص على طول ما تشوفش ما تعملش، فبالتالي بيتولد عنده العند. انا لا هعمل ده. عايز اقول لك لما بيكونوا بيربوا قطه في الخارج، لما بيربوا قطه بيقعدوا يتكلموا مع القطه دي او الصبح او ما يشوفوهم 10 دقائق وقبل النوم 10 دقائق. صحيح. تصدقي بقى؟ ايوه. بشوف اصحاب ليا كتير فعلا بيعملوا كده. يبقى لازم الطفل ما بنعملش معاه كده. الطفل على طول بنزعق بالناس بالسلخ. الام متعوده انها تسلخ على طول. صحيح. وده بقى اللي بيخلي كمان الطفل يتعلم العند. فضروري جدا اول حاجه بقعد كده بهدوء 10 دقائق طبطب واديله حاجه حلوه كده عشان يتبسط، واقول له بص لما بتقعد كده بيحصل كده. عارفه لو انت عملتي كده هتلاقي هو هيقول لاصحابه بالطريقه دي. لكن اطلع ادخل مفيش تلفزيون. هو كده عينيك هتوجعك. انا بشوف امهات بتسلك على طول. صحيح. انا شخصيا بجد انا شخصيا بتضايق. يعني انا والله كلنا بنتضايق من اصواتهم حوالينا. ايوه. فما ينفعش يا استاذ. في حاجه ثانيه بقى لازم نقولها. الاسره في مصر بتخلف عشان تخلف. عشان ما يقولوش الست ما بتخلفش. وعشان كمان بيعلموها ان لما تخلف تقدر تمسك الزوج اكتر وتقيده اكتر. دي نمره واحد. لكن قصد حضرتك يا دكتور ساميه وكل حاجه دي نمره واحد. نمره اتنين اتفضلي. عشان ما يقولوش مش بتخلف. نفس الشيء بالنسبه للراجل. فهنا اول ما بتتجوز شيء عجيب جدا وغريب ان يا دوبك ما يكونوش لسه مرت حاجه يقول لك هي مش حامل هي صحيح. مش حامل. ما ينفعش. لازم يبقى في وقت هم يتبسطوا ويعرفوا بعض وياخدوا على بعض ياخدوا طباع بعض. صحيح. يعني قصدي حضرتك ان هم ياخدوا طباع بعض ويعرفوا يعني ايه مسؤوليه طفل جاي. بالظبط كده. وكمان يعرفوا انه مسؤوليه على فكره مسؤوليه صحية. صحيح. ونفسية. يكون عندهم صبر يكون عندهم قوة تحمل. صحيح. يعني يحط في دماغه حتة وزة كده بتحطيه تحطيه شمال يقول لك حاضر تحطيه يمين يقول لك حاضر. صحيح. دي اللي احنا مش فاهمينها. الأب والأم ضروري انه يقعدوا على الأقل سنة. صحيح. يقدروا ان هم يتفهموا بعض يا أستاذ.
تمام. طبعا انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتوره ساميه خضر استاذ علم الاجتماع في جامعه عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك. تعالوا مشاهدينا نروح للخبر اللي معانا بعد كده، بيقول اخطاء تسبب زياده الوزن بعد التمرين في بعد التمرين عموما في الجيم بقى او في البيت او ايا كان يعني بتعملوا فيه. الأخطاء دي كتير مننا بيقع فيها بعد ما بيخلص تمرين، هي إيه؟ استخدام المكملات الغذائية لأنها بتسبب زيادة في الوزن، ودي لارتفاع نسبة الكولاجين في الدم، وتاني حاجة تناول مضادات الالتهاب لأنها بتسبب احتباس السوائل في الجسم، كمان أكل الحلوى لأنها بتسبب ارتفاع الجلوكوز في الدم وانخفاضه مرة تانية. في كمان تناول الأكل الدسم، ومن أشهر برضو الأخطاء هو النوم بعد التمرين لأنه بيسبب تخزين الدهون في الجسم بعد التمرين، وده بيؤدي لزيادة في الوزن. مشاهدينا بالخبر ده نكون وصلنا معاكم لنهاية فقرة الأخبار، هنروح لفاصل ونرجع مكملين حلقتنا من عيادتنا. اهلا بيكم مشاهدينا وفقره جديده من عيادتنا. كل الستات النهارده بتحلم بشكل الساعه الرمليه لجسمها. يعني ايه شكل الساعه الرمليه؟ يعني الشكل اللي بيكون الجسم عليه في احسن صوره، اللي هو بيكون من فوق ممتلئ شويه وفي النص في وسط كده متقسم زي ما احنا بنقول بالبلدي، ومن تحت بقيه شكل الجسم الحلو الانثوي. الشكل اللي دايما بيخلينا نلبس اللي احنا نفسنا فيه وناخد كمان صور شكلها جميل، مش بس ناخد صور بوشنا علشان نداري دفوهات جسمنا، لكن ناخد صور بشكل جسمنا كله واحنا واثقين في نفسنا كامل الثقه. لكن احيانا كتير طبيعه الجسم او العوامل الوراثيه بتفرض علينا شكل معين، وبنحاول كتير نوصل للشكل ده او شكل الساعه الرمليه اللي احنا بنقول عليه عن طريق حاجات كتير زي مثلا الرياضه او الدايت، لكن للاسف ما بنعرفش. الحقيقة إن الطب والتطور العلمي النهاردة ما سابش حاجة إلا ولقى ليها حل، وبقى فيه تكنولوجي جديد باستخدام أجهزة حديثة جدا علشان الإنسان يقدر يحقق كل أحلامه ويوصل كمان للشكل اللي نفسه فيه. كمان هنعرف إزاي نشد ترهلات ما بعد الولادة، علشان دي حاجة طبعا مهمة جدا لكل الستات حبايبنا اللي بيتفرجوا علينا، علشان يوصلوا معانا للجسم المثالي اللي كل بنت النهاردة بتحلم بيه، وإن شاء الله حلمها ده يبقى حقيقة مش بس مجرد حلم. معانا النهارده خبير من خبراء مراكز كوينز للتجميل ونحت الجسم. طالما قلنا مراكز كوينز للتجميل يعني اعرفوا ان احنا معانا دكتور النهارده من اشطر وامهر الدكاتره على مستوى العالم كله، مش عندنا في مصر بس. متعودين دايما من مراكز كوينز للتجميل ان احنا بناخد من دكاترتنا كل جديد في مجال طب التجميل. النهارده منورنا الاستاذ الدكتور محمود حمدان، استشاري جراحه التجميل وتنسيق القوام بمراكز كوينز للتجميل وزميل كليه الجراحين بالولايات المتحده الامريكيه، علشان بقى يقول لنا النهارده عن احدث التكنولوجي اللي هم بيستخدموها في مراكز كوينز النهارده. خلونا بس في البدايه نرحب بالدكتور. دكتور اهلا بحضرتك، نورنا ومشرفنا النهارده. اهلا بيك يا فندم والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. احنا دايما متعودين طالما معانا خبير من خبراء مراكز كوينز للتجميل يبقى احنا معانا نحات من اعظم النحاتين في العالم. انا دايما بسمي دكاتره التجميل نحاتين. ميرسي يا فندم. يعني حضراتكم شغلكم مش دكاتره، انتوا بتعملوا لنا كل اللي احنا نفسنا فيه، بنروح كده احنا نفسنا في حلم بنطلع محققين الحلم ده. خلينا دكتور النهارده نتكلم كده في البدايه عن احدث التقنيات اللي حضراتكم بتستخدموها النهارده علشان نحل المشكله الاكبر عند الستات النهارده، وهي مشكله ترهلات الجسم. دي ممكن تكون مشكله كبيره قوي عند الستات، يمكن الرجاله يعني لا تبالي شويه بالموضوع ده، ولكن النهارده برضو بقى عندهم وعي وعندهم اهميه في ان هم يعني يحافظوا على جسمهم وشكلهم زينا، ولكن الاهتمام الاكبر عند الستات طبعا. طبعا يا فندم. الحقيقه انه حضرتك كنت محقه جدا في موضوع انه جراح التجميل لازم يبقى عنده سنس النحات. واحنا في مرحله ما اثناء ما كنا بنتعلم شفط الدهون في التسعينات كنا بندرس نحت على الصلصال، لانه ايدينا لازم تتعود كويس قوي على احساس الجسم والتخن المختلف في كل منطقه في الجسم. تمام. الحاجه الثانيه احنا عايزين نقول انه الترهلات ما بعد الحمل والولاده دي حاجه طبيعيه جدا. ويعني احنا بنسميها تطور طبيعي لهذه العملية المهمة جدا لكل سيدة. الترهلات بتحصل ليه؟ نقول في الأول انه السبب الرئيسي هو الهرمونات اللي بتتغير في أثناء الحمل. اتنين،
اتباع انظمه غذائيه. احنا في الحمل ما بنقدرش نقول ريجيم او دايت، لكن بتبقى انظمه غذائيه عاليه السعرات الحراريه. ثلاثه، وده اهم سبب، انه في اثناء الحمل بيحصل تمدد سريع جدا للبطن، ضعف للعضلات، وده بيؤدي الى الترهل اللي بيحصل بعد الولاده. طيب موضوع الترهلات اللي بعد الولاده ده الحقيقه بيسبب مشكله، يعني احنا اتفقنا ان هو تطور طبيعي هيحصل في السواد الاعظم من السيدات اللي حصل لهم حمل ولاده، علشان كان ده معضله الحقيقه بالنسبه لنا، وكانت حاجه شويه يعني متعبه ان احنا نعمل جراحات باستخدام المشرط وفتحات كبيره في الجسم والى اخره. الحقيقه ان التكنولوجيا الحديث دلوقتي بدا من سنين قريبه قوي بدانا نعتمد على تقنيات في الاساس بتعتمد على شد الجلد وتقريب الجلد الى العضلات اللي حواليه. تمام. ودي اهمها دلوقتي الفيزر والجي بلازما. تمام. الفيزر هو عباره عن تكنولوجي حديث جدا بالموجات فوق الصوتيه، فتحات صغيره جدا لا تزيد عن نص سنتي، بندخلها في الاماكن اللي احنا عايزين نشفط منها الدهون الاول، لان بيبقى فيه شويه الخلايا الدهنيه بتكبر شويه في اثناء الحمل. وبعدين جهاز الشد الرئيسي اللي بيشد لي الترهلات ويعمل لها تطبيع على العضلات تلتصق بيها تاني هو الجي بلازما. الجي بلازما ده عباره انه جهاز بيشتغل بغاز الهيليوم برضه بنفس الفتحات، بندخل بالكانولات الرفيعه جدا، الفتحه لا تزيد عن نص سنتي، بندخل الكانولا هي بتبتدي تعمل عمليه اللي بيها يحصل شد لالياف الكولاجين وتقريب الجلد للانسجه اللي تحت منه. تمام. بعدها بنلبس كرسي بسيط خالص. العمليه بتبقى حاجه احنا بنسميها اوفيس بروسيجر، يعني ممكن تتعمل وبعدها بساعات قليله قوي ساعتين الى ثلاثه نقدر نروح. الريكفري بتاعنا سريع جدا. الميزه اللي فيه ان هو الحقيقه هايلي سيلكتيف، يعني بينشن على الاماكن اللي احنا عايزينها بالظبط. تمام. تاني حاجه المضاعفات والاثار الجانبيه قليله. يمكن يا دكتور من الاماكن اللي حضراتكم بتعملوا فيها الفيزر او الجي بلازما زي الدراعين، ودي صوره احنا شايفينها مع بعض دلوقتي، ودي يمكن مشكله برضو بتضايق الستات جدا 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 يعني. والله احنا يعني برضو احيانا بنربط ما بين جراحه التجميل وما بين الجغرافيا. احنا بلاد حر، وبالتالي يعني السيدات تحب يبقى اللبس اخف شويه. صحيح. يعني ما احناش بلاد متلجه او ساقعه، فدايما يعني الموضوع ده بيضايق جدا انه الدراع يبقى مكشوف وفيه شويه ترهلات. الجي بلازما حللنا المشكله دي بفتحات صغيره قوي. نفس الحكايه في الدراعات. الجي بلازما اول ما اخترعناه كان عشان الرقبه في الاصل، اللي هي الدبل تشين. الدبل تشين طبعا زي ما حضرتك قلت كده بيقدر يرفعه لفوق ويرجعه تاني الى الشكل اللي نقدر نقول قبل ما يحصل الديفورمتي باربع خمس سنين. تمام. يعني احنا والرقبه من الحاجات المؤثره جدا في شكل الجسم. بس حتى يا دكتور لو موضوع الدبل تشين ده وراثي، يعني في ناس بيبقى عندها ده وراثه اكتر من ان هو عوامل الزمن او دهون، حتى لو المشكله وراثيه بتتحل هنا؟ طبعا بتتحل. ودايما العوامل الوراثيه بتظهرها او تقللها العوامل البيئيه الحقيقه. فاحنا دايما نتائجه هايله. وبتفرق جدا مع المظهر العام للوش. تمام. بتفرق خاصه كمان مع الستات قوي، لان جداً الدبل تشين دي ممكن حاجه تبين الشكل اكبر بكتير من السن الطبيعي، يعني بنعجز زياده. بالظبط. يعني ممكن واحده في العشرينات تبان انها في الاربعين بسبب الدبل تشين او بسبب منطقه اللغد زي ما بنقول كده يعني. بالظبط. فحلها متهيألي بقى بسيط النهارده، يعني دي جلسه بتاخد بالكتير قوي ساعه الى ساعتين حسب طبعا الحجم والمساحه. وبنقدر نرجع الشكل الطبيعي خالص في بدون ما المريضه تحس باي شيء. حلوه يا دكتور كلمه جلسه، يعني احنا هنا مش بنعتبرها عمليه، مش بنقول عمليه، يعني هو مجرد جلسه بنطلع منها حالين مشكلتنا ومفيش مضاعفات تقريبا زي ما حضرتك قلت دلوقتي. الموضوع بسيط، الريكفري بتاعته سريعه جدا. فمفيش فتح جراحي، مفيش اي حاجه. لا خالص. فالموضوع النهارده يعني بقى سهل جدا. سهل جدا، كانه يعني احنا رحنا مشوار كده. الكوافير، يعني احنا كلنا بنروح الكوافير بنقعد بالساعات هناك يعني. لا احنا هنقعد اقل من كده ان شاء الله. ومش هيبقى فيه اي مشكله ولا تعب للمريض.
تمام. لا وخاصة الستات يعني طول ما احنا عارفين ان احنا رايحين نعمل او نحل مشكلة مضايقانا، لا احنا بنبقى متشجعين قوي ان احنا نروح، يعني ما عندناش مشكلة حتى في الوقت خالص يعني. خلينا دكتور نتكلم كمان عن الجسم المثالي للسيدات. اي واحدة النهاردة ممكن تروح لدكتور التجميل، او ممكن حضرتك طبعا يعني اكتر واحد عارف لانك حضرتك بتتعامل مع اكبر فئة من الستات النهاردة اللي هي عندها مشاكل في جسمها. ممكن واحدة تيجي لحضرتك النهاردة جايبالك مثلا صورة ممثلة معينة وتقول لحضرتك انا عايزة اعمل الجسم ده، مع اختلاف طبعا مقاسات جسمها، مع اختلاف الشيب بتاع جسمها، مع اختلاف كل حاجة. هل كحضرتك كدكتور او كعلم في مقاسات او في قياسات معينه بنقيسها مثلا بين مسافه الصدر ومسافه الاجناب، او بين الاجناب وبين مثلا الهيبس، او الحاجات دي كلها في مقاسات بتربط حضرتك ان الجسم ده هنشتغل فيه ازاي، ولا احنا عادي ممكن نعمل الاستامب اللي هي جايبها لي ونعمل نسخه واحده كده في كل الستات يعني؟ هو الحقيقه برضو الموضوع كان صعب زمان. احنا عندنا اشكال رئيسيه للاجسام، يعني في الشكل المستطيل، في الشكل الكوميتري، في الشكل المثلث، وفي المثلث المقلوب، وفي الاور جلاس اللي هو الساعه الرمليه. الحقيقه ان شكل الساعه الرمليه بيمثل حوالي من 8 ل 10% من مجمل الشكل الطبيعي للسيدات. التكنولوجيز الحديثه خلتني اقدر كجراح تجميل اقرب جدا من شكل الساعه الرمليه اللي هو الشكل المثالي اللي كتير قوي قوي بيحبوه جدا. تمام. اللي هو انه منطقه الاكتاف تقريبا مساوية في العرض لمنطقة الهيبس، والخصر أو منطقة الويست أو الوسط أضيق ما يمكن. بقينا بنقدر نعمل حاجة نوع من أنواع النحت أو إعادة تنسيق القوام بحيث إن احنا نوصل لهذا الشكل. مش كل الناس هنقدر نحققها بنفس الدرجة، أكيد. لكن نقدر كتير بالتكنولوجيا الحديثة اللي على رأسها الفيزر، إن احنا نشفط أماكن زيادة ونحقن في اماكن تانية ونعمل ميكس ما بين الاثنين زي ما حضرتك قلتي، هو نوع من النحت بحيث ان احنا نوصل لاقرب ما يمكن الى شكل الساعه الرمليه. تمام. التكنولوجي ده كان متعب زمان لكن دلوقتي اتحسن جدا طبعا مع يعني التطور التكنولوجي في الطب، ومع خبره دكاترتنا النهارده والابحاث والدراسات اللي دايما حضراتكم بتعملوها، متهيألي ما بقاش في حاجه صعبه عندنا في مصر يعني. متهيألي الناس اللي كانت زمان بتسافر بره علشان تحل مشاكلها النهارده بتيجي عند دكاترتنا في مصر من العالم كله علشان يحلوا مشاكلهم دي. معانا دلوقتي كل البيجز بتاعه السوشيال ميديا لمراكز كوينز، لاي حد عنده اي استفسار لدكتور محمود حمدان بعد فقرتنا مباشرة يقدر يبعت كل الأسئلة طبعا، سواء ستات أو رجالة. يعني إحنا فقراتنا مش بس مقتصرة على الستات، أو التجميل النهاردة ما بقاش بس مقتصر على الستات، كمان مراكز كوينز للتجميل بيحلوا كمان مشاكل الشعر، ويمكن اتكلمنا قبل كده عن الموضوع ده، فهم يعني مش إن شاء الله مش هيسيبوا أي مشكلة إلا لما يحلوها. وأي حد يحب يتواصل ما ينساش إن هو يبعت فورا، ودكتور محمود هيرد على كل أسئلة حضراتكم. دكتور شرفتنا ونورتنا النهاردة، الوقت الحلو دايما بيجري بسرعة الوقت ما حضرتك جري، ولكن إن شاء الله لقائنا يتجدد مع حضرتك. مشاكل التجميل كتير جدا جدا يعني، والمواضيع كتير جدا، وان شاء الله حضرتك تحلها معانا كلها قريب جدا. اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتنا ونورتنا. اهلا بيك يا فندم. كان معانا النهارده منورنا الاستاذ الدكتور محمود حمدان، استشاري جراحه التجميل وتنسيق القوام بمراكز كوينز للتجميل، وزميل كليه الجراحين بالولايات المتحده الامريكيه. خلصت فقرتنا، استنونا فقرات مختلفه من عيادتنا. مراكز كوينز للتجميل وعلاج السمنة، جميع الخدمات في مكان واحد. خبراء طب وجراحات التجميل والسمنة وزراعة الشعر في الشرق الأوسط. فريق طبي متكامل من الأساتذة والاستشاريين، خبرات أكثر من 30 عام، أحدث تقنيات نحت الجسم بالفيزر والجي بلازما، أكثر من 4000 حالة ناجحة.
السلام عليكم جميعا، اهلا بكم في لقائنا المتجدد. معكم الدكتور ياسر الخياط، استشاري واستاذ طب وجراحه الذكوره والعقم ورئيس وحده الذكوره بمراكز نور الحياه للعقم واطفال الانابيب. النهارده يمكن هنتكلم على جزء جراحي مهم جدا. يعني انا كواحد شغال في مجال الذكوره امضيت عمري في 30 سنه في هذا المجال، وهو عمليات ارتشاف الحيامن من الخصيه او استخلاص الحيامن من الخصيه. كلمه الحيامن يعني الحيوانات المنويه باللغه العربيه الفصيحه. فبالتالي ازاي بندخل لهذا، بنعمل ايه عشان نستخلص الحيامن؟ يمكن استخلاص الحيامن من الخصيه الناس اللي هم مش محتاجين الخدمه دي بيستغربوه شويه، لكن الحقيقه في عدد كبير من الناس بيحتاج هذه الخدمه عشان نقدر نساعدهم على الانجاب. كان زمان كنا بنعتبر ان الخصيه كلها ممثله جزء واحد، كله شبه بعضه، ما فيش اي فرق. وبالتالي كنا بنلجأ الى ان احنا ناخد عينه واحده من الخصيه، عينه يمين وعينه شمال، وبنعتبر ان كل الاجزاء متماثله وما فيش اي فرق بينها. التطور اللي حصل في السنين الاخيره ابتدى يغير من هذا الموضوع، ابتدى يبقى فيه ان اكتشف ان الخصيه غير متماثله، وبالتالي بقى الهدف الاساسي ان انا احصل على حيوان منوي من جزء الخصيه اللي شغال. طيب الجزء الشغال دوت ممكن يكون في هذا الجزء في اي جزء من الخصيه، عامله زي ان احنا لما نكون بنبحث عن قطره في بحر. وبالتالي ابتدت التقنيات تتطور شويه من فكره العينه القديمه ان احنا ناخد عينه واحده صغيره الى فكره متطوره شويه ان احنا نبتدي نفتش او نبحث داخل الخصيه. البحث ده ابتدى بان الناس ابتدت تزود عدد العينات العشوائيه اللي خدتها، لكن ده ما وصلناش الى حل حاسم، هل الخصيه دي فيها حيوانات منويه ولا لا؟ ابتدى بعد كده الموضوع يتطور اكتر الى تقنيات اكتر تطورا، هو ان انا ابتدي اسحب حيوانات منويه من الحالات اللي انا عارف انسداد ارتشاف. الارتشاف ده بيتم عن طريق المجهر او الميكروسكوب الجراحي، بنكتشف من البربخ او من الخصيه نفسها. لكن ده في الناس اللي عندهم واللي عندهم انسداد في القناه المنويه. طب الناس اللي ما عندهمش انسداد واحتمال يبقى فيه او لا، ازاي اوصل الى بحث كامل داخل الخصيه؟ هنا في السنين الاخيره كان دور الجراحه المجهريه في هذا الموضوع، وبالتالي عن طريق الميكروسكوب الجراحي ابتدينا نكبر الانابيب بتاعه الخصيه. هذا التكبير ساعدنا ان احنا نكتشف نوعين اثنين من القنوات داخل الخصيه، قنوات حجمها ضيق او بسيط، وهذه القنوات الحقيقه هي عاده ما بيبقاش فيها حيوانات منويه، قنوات سمكها اكبر، وبالتالي بنقدر ناخد منها الحيوانات المنويه بسهوله ونقدر نستخلصها. استخدام الميكروسكوب مع التكبير على يمكن قدامنا على الشاشه دلوقتي، دي الطريقه القديمه، ما كنا بناخد عينه واحده وجزء صغير من الخصيه وما نعرفش فيه ولا ما فيش جزء عشوائي مش اكتر من كده. لكن لما تطورنا شويه قدام في مرحله بعد كده ابتدينا نعمل ارتشاف من حالات الانسداد، زي ما انتم شايفين دلوقتي قدامكم في ارتشاف من البربخ عن طريق الابره. لكن الادق الحقيقه ظهر مع ظهور الجراحه الميكروسكوبيه، هذا الفتح ده بيتم تحت الميكروسكوب وتحت السيطره عن طريق الات دقيقه، بحيث ما يبقاش فيه نزيف او اي حاجه. بنفتح نستعرض انسجه الخصيه من الداخل، شايفين الجزء المتمدد قدامنا وهو جزء صغير قوي، لكن لما بنستعمل تكبير اكبر من كده بيبتدي الاجزاء المتمدده تبان قوي. هنا ده ازاي بنستخدم اداه قياس معينه عشان نقيس قطر الانابيب بتاعه الخصيه، بحيث نميز الانابيب المتمدده من الانابيب الواسعه. هنا يمكن واضح بمنتهى الوضوح قدامنا في مجموعه الانابيب المتمدده اللي موجوده في وسط نسيج الخصيه. هذه المجموعه من الانابيب المتمدده هي دي البؤره اللي بندور عليها. وبالتالي بهذه التقنيه الجراحيه بقيت على وجه التحديد بوصل لبؤره محدده داخل الخصيه فيها انتاج حيوانات منويه. ما بشتغلش عشوائي وما بفقدش فكره ان انا ممكن حاله تفلت مني ما يبقى فيها حيوانات منويه وما يبقى وانا ادور واقول ان ما فيهاش حيوانات منويه. ده بيدينا فرصه للتفتيش الدقيق، وفي نفس الوقت بيقلل لي قوي من كميه الانسجه اللي باخدها من نسيج الخصيه، فبيبقى الضرر اقل، لان الخصيه دي زي ما احنا عارفين لها وظيفتين اثنين، وظيفه انتاج الحيوان المنوي وده اللي انا بدور عليه بالنسبه للحالات ديت، ووظيفه اخرى اللي هي انتاج هرمون الذكوره، ودي الوظيفه اللي انا مش عايز اضرها عند الناس دولت. وبالتالي هنا انا بوصل لتقنيه جراحيه تفيد الناس في ارتشاف او استخلاص الحيوان من الخصيه بدون اي مشاكل. في طرق ابسط من كده للحالات اللي احنا عارفين عن انسداد عن طريق السحب بابره دقيقه والكلام ده كله، لكن في النهايه لا اقدر اقوله الحيوان المنوي وجوده مهم جدا لفرصه حدوث الحمل. بدون حيوان منوي ما عندناش فرصه، وبالتالي الناس دولت التفتيش ده بيفتح مجال جيد جدا ان انا الاقي قله من الحيوانات المنويه داخل الخصيه واستخدمها في الحقن المجهري. ففتح لهم باب امل، هو السبب في وجود طبعا بعد اذن ربنا طبعا بوجود ملايين الاطفال في العالم عن طريق هذه التقنيات في السنوات الاخيره. اشكركم واتمنى دايما يكون لنا لقاءات متجدده. سلام عليكم.
يا مساء سعادة على كل مشاهدي برنامج عيادة تن. دايما بنسعى ان احنا نتكلم في الجديد والمهم، مش الجديد بس، يعني في حاجات كتيره قوي ممكن تشغلنا، ولكن احنا دايما بنحب ان احنا نتكلم في الحاجات الدقيقه اكتر، خصوصا الفتره دي اللي الناس بقى عندها هوس من التعقيم، وفتره الكورونا بيبقى كل الناس خايفه ان هي تروح لدكتور، خصوصا الناس اللي عندها مشاكل في عينيها. يعني انا ممكن استنى لو عندي برد شويه في الطبيعي، عندي شويه صداع، تعب او التهاب في المعده، ولكن يعني النظر دي حاجة مهمة جدا ان انا ما استناش عليها لحظة، اللي ممكن اللحظة دي اللي انا هستناها تأثر على نظري اكتر واكتر. خلينا النهاردة ندخل في الجد، وعلى طول عايزين نتكلم في موضوع مهم جدا وهو المياه البيضاء. يعني ايه مياه بيضاء؟ عشان الناس بتختلف الرأي ما بينها وما بين المياه الزرقاء. هل في جديد في المياه البيضاء؟ طب هل الليزر بيلعب لعبته وما بقاش الموضوع عملية جراحية فانا هخاف من التعقيمات؟ لا، انا ما حدش هيجي جنبي من بعيد لبعيد، الليزر هيشتغل كده ويعمل لي كل اللي انا عايزه. ده اللي هنعرفه النهارده من بروفيسير. طبعا انا ببقى سعيده اللي هو موجود معايا، ومتهيالي كده في اي شاشه بيظهر فيها لازم انا اكون معاه موجوده فيها. ده طبعا شيء يشرفني جدا. خليني ارحب معاكم باستاذ دكتور احمد المعتصم، استاذ طب جراحات العيون بكليه الطب جامعه عين شمس، البروفيسير طبعا اللي مشرفنا واللي بنخطفه دايما، انا لازم اقول من الامارات والعراق ومصر. الحمد لله طبعا بتجيب لنا كل شيء جديد. اشكرك. قول لنا يا دكتور بقى في الاول، لو انا اهو قاعده عندي مشاكل بس مش عارفه دي ميه بيضه ولا ميه زرقاء، افرق ازاي؟ اولا طبعا سعيد اكون معاكي النهارده وعلى قناه تن، ده شرف ليا. يعني العيون، طبعا العين هي جوهره الجسم، تمام؟ واحنا عندنا مشكله كبيره جدا مع كبار السن اللي هو الميه البيضاء والميه الزرقاء، تمام؟ الميه الزرقاء بمنتهى البساطه معناها ارتفاع ضغط العين، تمام؟ ارتفاع ضغط العين دوت ممكن يؤدي الى ضمور في عصب العين، وده مشكله كبيره جدا، وهنعمل له حلقات مش حلقه واحده. ده احنا بنسميه عندنا باللغه الدارجه هو سارق البصر. انسان مش واخد باله، ضغط العين بتاعه عالي بقاله فترات طويله عالي، ولا حد قاسه ضغط ولا حد عمل له متابعه، وده بيؤدي الى ضمور في العصب، ودي مشكله كبيره. أوكي. الموضوع النهارده موضوع لايت، موضوع لذيذ وسهل جدا، هو حاجه اسمها الميه البيضاء. الميه البيضاء عباره عن ايه؟ عباره عن عتامات في عدسه العين، عكس الميه الزرقاء. الميه الزرقاء ضغط العين عالي، الميه البيضاء عباره عن عتامه في عدسه العين. يعني معنى ذلك ان العين جواها عدسه. طبعا العين عامله زي الكاميرا، والكاميرا دي فيها الجزء الخارجي اسمه قرنيه العين، والجزء الداخلي اسمه عدسه العين. العدسه دي المفروض انها عدسه بلوريه بتخلي الانسان يشوف كويس. مع كبر السن بتحصل فيها عتامات او غشاوه دي اسمها الميه البيضاء. حلو قوي. طيب يعني انا اول ما احس بعتمه في عيني او الرؤيه فيها عتمه، يبقى انا كده يعني فكري يروح على طول للميه البيضاء. مع كبر السن، يعني حد يشوف بابا او مامته او جده او جدته تري يقول له انا لابس نظارتي وما زلت بنظاره مش شايف، وضوح الرؤيه مش زي الاول وبيقل بالراحه، يعني بنسميه سلولي بروجريسيف، يعني بالراحه وببطء على مدار شهور او سنين. حلو قوي المعلومه دي، عشان اقارن ما بينه وما بين القرنيه المخروطيه. مظبوط. صح كده، القرنيه المخروطيه بسرعه وبسرعه، وفي حد شاب صغير يعني ولد عنده 10 12 14 سنه فجاه بيلبس نظارته، كل 6 شهور بيغير نظاره، النظر بيتغير، مقاس النظر بيتغير. في قرنيه مخروطيه، لكن الميه البيضاء لا، هو نظره ثابت. طيب. لكن جوده الرؤيه مش كويسه، نفس المقاس درجتين او 3 درجات، لكن لابس نظارته برده مش شايف. ليه؟ معناه ان في عتامه في العدسه الداخليه. نفكر نمره واحد الميه البيضاء. دور الليزر في الميه البيضاء ايه؟ لان الناس دلوقتي خايفه من التعقيم زي ما بيقولوا، اهو انا من بعيد وهعمل العمليه وهتعمل لي العمليه وزي الفل. سؤال جميل جدا. الميه البيضاء كان زمان بنسحبها بطريقه جراحيه. حل. يعني لازم استخدم مشرط وافتح فتحه كبيره في العين واطلع العدسه كلها على بعضها واحط مكانها عدسه، او ممكن نلبس نظاره وناخد غرز. التقنيات الحديثه لا، خلاص نون تاتش تكنيك، ما لمسش العين خالص. هنشتغل بالليزر. الليزر هيعمل لي كل حاجه. يعني ايه؟ الليزر هو يعمل لي فتحات العين، الليزر هو اللي هيفتت العدسه بتاعتي عشان اقدر اسحبها. وبنستخدم جهاز معين بيسحب العدسه كلها ويسيب لي محفظه خارجيه ازرع جوه عدسه جديده. هنزرع عدسه لازم. طيب لازم. اللعب بقى هنا. ايوه طبعا. ان الناس طبعا بعد عمليه الميه البيضاء النظر ما بيبقاش بقوته. طبعا. صح كده؟ في بقى ناس ممكن تكون عايزه النظر اقوى وهو بعيد، عايزه نظري اقوى وانا حد مثلا مهنته سواق. صحيح. حد مثلا مهنته قراءه صحفي. صحيح. او كاتب. تمام.
ايه اللي بيحصل في النقطه دي؟ نقطه مهمه جدا ان انا اشوف زي ما حضرتك قلتي كل مريض محتاج ايه، احتياجه الاكثر ناحيه ايه، هل محتاجه اكثر ناحيه البعيد ولا ناحيه القريب. في فرق بين مثلا واحد فلاح قاعد في الغيط وعايز المسافات البعيده تكون بالنسبه له واضحه، في فرق بين واحد مثلا عنده شركه وعايز طول النهار يقعد يكتب، في فرق بين واحده مثلا رسامه وواحده فنانه. يبقى اذا حسب احتياج المريض بقول له الاختيارات عندي بنعمل ايه. بنعمل حاجه اسمها بلندد فيجن. يعني ايه بلندد فيجن؟ يعني النظر المتراكم. انا شغلتي اخلي انسان بعينين الاثنين يشوف القريب والبعيد. يا اما ان انا بشوف العين الاقوى واحط فيها البعيد ممتاز، والعين الاقل احط فيها العدسه اخليه يشوف القريب. يا اما ان انا بختار عدسات تخلي العينتين الاثنين ممتازين للبعيد ولبس نظاره قراءه. يا اما احدث حاجه دلوقتي وحاجه اسمها التراي فوكال او المالتي فوكال، يعني ايه؟ عدسات ثلاثيه البؤره او متعدده البؤرات. اللي عندهم 40 50 سنه عارفين القصه دي، متعدده البؤرات. يس. بمعنى يعني العدسه بتاعتنا اللي بنزرعها العاديه اسمها عدسه احاديه البؤره، ترى البعيده جيدا، شوف البعيد ممتاز. حلو. يلبس نظاره قراءه. اوكي. ممكن حد يقول لك لا انا ما اقدرش اقعد في اجتماع طول ما انا قاعد او ملبس نظاره قراءه عشان امضي. أوه. عشان اعمل حاجه او امضي البس نظاره قراءه، لا انا مش عايز الكلام ده كله. ساعتها افضل شيء هو العدسات دي، دي اسميها الجيل الرابع من العدسات اللي بتزرع جوه العين. عدسات لينه بتخش من فتحه صغيره جدا فيها كل البؤرات، شوف البعيد بيها كويس، شوف بيها الكمبيوتر كويس. ده مفاجأة جديدة انت جاي لنا كده النهارده بمفاجأة. يعني انا دلوقتي بعد بعد ان انا اعمل عملية المياه البيضاء انا بشوف بالظبط زي يعني نظري بيرجع زي الاول واحسن كمان. صح كده، لان انا كمان هتخلص من الغشاء الموجوده. أوه. هتخلص من القصر او طول النظر اللي عندي. لو في اكيد ما فيش حد يعني نظره 6 على 6 فاكيد هتظبط لي النظر. هي دي نقطه ومشكله. أوه. بس وكمان هيخلص حد مثلا كان عنده 40 45 سنه متعود من 40 سنه بيلبس نظاره قرايه، طبعا يجي 50 في ميه بيضاء نسحب الميه يشيله عدسته وحط عدسه بمزاجي اخلصه من النظاره المسافات. المريض يبقى مش مصدق نفسه، ولو عنده استجماتيزم كمان هقدر احط عدسه تورك. يعني ايه تورك؟ يعني تعالج له القصر والاستجماتيزم كمان. طيب نشرح الفيديو وبعدين هقول نقطه مهمه جدا لان هي بشره حلوه قوي طبعا لكل مريض مياه البيضة. بس نشرح الفيديو المهم. اول الفيديو بيورينا ازاي ان احنا بنسحب المياه البيضة، تمام، بنستخدم دلوقتي تقنيات الليزر. زي ما حضرتك قلتي ان احنا قلنا لا انا مش عايز المس عيني، انا مش عايز اعمل جراحه يا دكتور احمد. ساعتها هيكون سحب المياه البيضة او شفط المياه البيضة باستخدام شعاع من الليزر. الشعاع ده بيعمل لي فتحات صغيره جدا جدا في قرنيه العين. أوكي. والشعاع ده هيساعد ان اقدر اخش جوه العين بدون ما اضطر استخدم جراحه. تمام. وبعد الكلام ده كله انا بقدر ابدل العدسه دي بعدسه جديده. تمام. واسحبها بالطريقه بتاعتي. هنا بوريها فتحات صغيره ازاي بنعملها الاول. حلو. وازاي ان الفتحات دي عملناها ممكن بالليزر او ممكن بالجراحه، وحتى الجراحه بقت حاجه امنه، فتحات صغيره جدا جدا مش زي الاول. يعني فتحات دي مش محتاجه غرز، فتحات دي بعد 3 4 ايام الانسان بيرجع لحالته الطبيعيه تماما. عكس زمان، زمان كان لازم يفضل قافل عينه مده شهر وحاطط غرز ونقعد نشيل غرز 3 4 اشهر. الكلام ده من 20 سنه، الكلام ده اتبطل خلاص. تمام. وبعدين انا بعد كده بفتح الكبسوله بتاعت العدسه. تمام. وابتدي اقشرها سواء بالليزر برضو او بالجراحه. تمام. كده بقى عندي العدسه بتاعت العين مفتوحه، الكبسوله مفتوحه، بقى عندي الكونتنت اللي جوه اقدر اشفطها بساعتها بالمجات الصوتيه. وهنا برضو الليزر ليه حاجه مهمه جدا. ليه؟ لان الليزر نفسه ممكن يساعدني ان انا افتت العدسه بدل ما استهلك الموجات الصوتيه. حلو قوي. لان الموجات الصوتيه بتستخدم انرجي. يعني الكلمه دي ممكن او الجمله دي ردا على اي حد دلوقتي ممكن يجي في باله، طب حضرتك بترشح انهي، جراحه ولا الليزر؟ فمعنى كده الليزر بيجيب نفس النتيجه وفي حاجات احسن حاليا دلوقتي. يعني دلوقتي في المرحله احنا فيها فعلا بقى الموجات الصوتيه، صح، ما بدا موجات صوتيه او بالليزر مدين نفس النتائج، وده افضل مليون مره من الجراحه القديمه. لان الجراحه هفتح القرنيه هاخد غرز، معناها في استجماتيزم، معناها في انحراف في القرنيه. والفيديو بيورينا ازاي ان احنا بنسحب بطريقه الموجات الصوتيه، بعمل فتحات صغيره وازاي ببتدي اشفط العدسه. بيتم السحب بالموجات الصوتيه. مظبوط. ليه بقى؟ الموجات الصوتيه شغلانتها الجهاز بيدينا 3 في 1، يدي موجات صوتيه يفتت او اما يفتت بالليزر ثم يدخل ميه ويشفط الميه الموجوده يسحبها ويسيب لي الكبسوله الاخيره. زي ما احنا شايفين الفيديو واضح جدا ازاي بيسحب ربع ربع، بيشيل حته حته، وكل ما يشيل يبقى انا بفضل الكبسوله اكتر، كل ما يشيل بيفضل الكبسوله اكتر. بالتدريج واحده واحده بالظبط. الكلام ده بياخدش تقريبا حوالي دقيقه في ايدينا باذن الله تعالى. تمام. بعد ما اعمل الكلام ده كله بقى عندي كبسوله نظيفه جديده. حلو. ازرع جوه العدسه الجديده بتاعتي، العدسه اللي هي التقنيه الحديثه. الحديثه اللي عايزها بقى بالظبط. يعني على حسب احتياج كل مريض. بالظبط. العدسه بتخش من الفتحه الصغيره. تمام. سبحان الله، عامله زي السجاده، اول ما تخش تتفرد جوه العين تقعد جوه الكبسوله خلاص. انا كده بدلت الميه البيضاء بعدسه كلير واضحه.
وكمان حطيت نوع العدسة بالمقاس اللي يعجبني. ليه؟ عشان لو عنده قصة نظر يروح، لو عنده طول نظر يروح، لو عنده استجماتيزم اضيعها بعدسات الطرق. عايز يخلص من قريب والبعيد متوسط احط له المالتي فوكال او تراي فوكال. ده انت دكتور مش بدلت العدسه، احنا قلت تاتش وود احنا يعني ايه انت بدلت العين. يعني انا كنا زمان يا جماعه لما بنسمع ان حد عنده ميه بيضاء او ميه زرقاء خلاص نهايه العالم. وانا كده كبرت وانا مش طبيعي وانا الناس بتخاف كمان تعملها وتقول لك ده قاعد شهر قافل عينه وقاعد قلقان وقاعد بتقول لي ليزر وبتقول لي هيشيل الاستجماتيزم وهيظبط النظر بعيد وقريب خلاص. دلوقتي بقت احدث يعني انا مش عارفه اقول لك ايه يعني بجد. انا بشكرك معانا كمان فيديو خلينا يعني نعرف اكتر عشان نطمن الناس معانا. بيورينا بقى العدسات، يبقى الفرق ما بين العدسه العاديه تمام والعدسه اللي هي فيها التوريك او فيها الاستجماتيزم تمام والمالتي فوكال. بيوريك ازاي دي واحده بتخليك تشوف البعيد بس او واحده بتخليك تشوف القريب والمتوسط والبعيد. لان انا ممكن يجي مريض يقول لي لا انا قاعد في مكتب طول الوقت يا دكتور احمد، انا عايز اللي داخل على المكتب اشوفه من بعيد، انا عايز الكمبيوتر اكون شايفه كويس وعايز وانا بكتب كويس. قريت ورقه مثلا جالي ميل مش معنى طول الوقت قاعد اشيل نظاره احط نظاره، او حتى بحط نظاره اجي ابص على الكمبيوتر مش باين. يعني انت عندك ثلاث انواع من الفيجن تمام. الفيجن ديستانس البعيد، عندك الانترميديت الكمبيوتر، وعندك كمان قريب. ده مش كده بس، ده هو حتى في امريكا يقول لك انت عندك فيه اربع درجات من النظر. لو انت سايق العربيه العلامات البعيده تمام، وبعدين اسال حوالين العربيه ار اتنين، وبعدين الشاشه اللي قدامك، وبعدين وانت ماسك ايدك. ده انا ما عنديش ميه بيضه وهاجي اعملها. بنحتاج لبعض الناس، هشرحها لك في فيديو نتكلم عن موضوع التصحيح النظر للحالات الصعبه اللي مضطره من فعلا. لا احنا خلينا الحلقه دي انا هاجي عندك تعمل لي ده ونسجلها وانا هبقى قدام الناس اللي هو يعني، لان انا بشوف بجد يا جماعه دكتور يعني بيعمل انجازات يعني في ثانيه كده الدكتور بيبقى مخلص. انا مش عايزه بس احسد بس ما شاء الله. الناس ما بتبقاش متوقعه ان العمليه خلصت بسرعه قوي كده. طبعا طبعا طبعا. طيب قول لنا بقى يعني لو هنجمع كل اللي قلناه وبعنوان بشرة سارة لكل الناس اللي عندها المياه البيضاء، قولي بقى كل المميزات حالا. كلمة بسيطة، المياه البيضاء في أولها تتسحب خلاص، الموضوع بقى سهل جدا، ما عادش زي زمان. ما بقتش بالجراحة، بقت بالليزر تمام. سحب مياه بيضاء كل ما يكون بدري كل ما يكون نتائجه أفضل بكتير جدا تمام. الإنسان بيرجع لحياته الطبيعية بسرعة. عندنا قدرة بإذن الله تعالى إن احنا حتى العدسات اللي هزرعها جوه العين أختار نوع عدسات خلي الإنسان يشوف كل الدرجات الإبصار اللي هيشوفها. حتى الاستجماتيزم هيتشيل طبعا، لان الاستجماتيزم ده هي اللي بيشوش الرؤيه. بنحط عدسات فيها طارق يعني بتقدر تعالج درجه الاستجماتيزم، وحط العدسه والفها بسرعه معانا تشيل الاستجماتيزم كمان. طيب اقدر اقول العمليه دي تصلح لكل الناس كل الاعمار كل الفئات، ولا ممكن حد دلوقتي بيشاهدنا يكون اتحمس وبعد كده لا مش هينفع معايا؟ يعني نقدر نقول بنسبه 90% لكل الناس. كل الناس 90%. طب قولي بقى يا دكتور، معلومه ان الطفل ممكن يتولد بميه بيضاء او ممكن يكون طفل مثلا يعني مامته بتهمل ان هو نظره مش قوي عشان مش متوقع كلمه ميه بيضه دي للسن من الاهل كبير. يا جماعه لازم ارجوكم اي طفل لسه مولود لازم حد يركز على حدقه العين. حدقه العين المفروض لونها اسود. ليه؟ ورا عدسه بلوريه، ورا العدسه دي حاجه سودة مش باينه. فلازم نبص على النني، لو نني العين حدقه العين فيها ابيض ده ميه بيضه، وميه بيضه في الاطفال ده حاجه خطيره جدا جدا جدا. ليه؟ لان لو العين في اول 6 سنوات من العمر مش بعت صوره كويسه للمخ في وجود عتمات المياه البيضاء، المخ هيهمل العين ديت، هتبقى عين كسلانه طول العمر. يعني وارد ان المياه البيضاء اسمها خلقيه ودي حاجه نادره لكن موجوده. اوكي انا مش عارفه اقول لك ايه، بشكرك جدا على كل ما هو جديد طبعا والتقنيات الحديثه وكل بتنقله من برا مصر، وانا بهني طبعا كل الناس اللي بتعمل محاكاه عمليه بقول لهم الف طبعا مبروك ان انتوا يعني الرؤيه جديده اكنها عالم جديد بجد. أنا بشكرك جدا يا دكتور. بنشكر أستاذ دكتور أحمد المعتصم أستاذ طب وجراحات العيون بكلية الطب جامعة عين شمس، وأنا كمان بشكركم، أشوفكم على خير إن شاء الله.